صباح الخير لكل المشاهدين اليوم نهار الخميس 23 شباط فبراير 2017 علم صباح جديد وفقرات جديده بس شعارنا يمكن هالفتره هو وين الخط يا عمي وين الخط هيدا الزيح اللي مفروض يكون مرسوم على الطريق اللي مهدديننا انه رح تناول رح تطرقونا زبط على بيتنا مئة ألف وينو عم فتش عليه والله عم حاول فتش عليه ما عم لقيه أبدا أبدا بتعرفوا شو صرت صار لي هلأ أنا وعم سوق بصلي يا رب ما أكون أنا أول وحدة على الإشارة بصلي يا رب كون تانية تالتة لحتى ما فتش عليه بقول يعني يعني الله يعينهم اللي واقفين أول صف لحتى يقدروا يتفادوا هيدا الخط والله عن جد بدنا ندفع نحن غرامات غراماتنا بدنا نلتزم بقوانينكم بس ساعدونا قلنا لكم نحن مستعدين نطرش معكم مستعدين ننزل ندق اسم بالارض بس والله عن جد نحن بحاجه لحتى نحس انه في تطبيق كامل للقانون بدنا نحط سانتور وبدنا تعاقبونا اذا مسكنا تليفوننا اذا تلفنا اذا عملنا حيلا شيء ممكن يزعجكم اكيد هيدا الشيء نحن بدنا نلتزم فيه لانه بالنهايه مثل ما دائما بنقول هيدا الطريق مش بس لنا هيدا الطريق لنا ولكل مواطن تاني وحتى هيدا الطريق لنا ولا الدوله كمان اللي عم بتحاول تحافظ على سلامتنا وعلى كمان امننا واكيد هالشغله الاساسيه جدا بحياتنا اليوميه انا كمان بدي اقول انه هيك دغري نحن سريعين يعني شو ما بيصير عنا بلبنان ما في اسرع منا بشو انه نعمل نكت على الموضوع، وهيدا الشيء يمكن اللي بخلينا نستمر، انا بلاقي انه هيدا السحر اللي موجود بالشعب اللبناني، حيلا شيء ممكن يصير، الحلو والعاطل واللي بيفاجئ والشغله اللي ممكن هيك كمان تغير لنا حياتنا، حيلا شيء فجأة يعني ما في ساعة نص ساعة ثلاث ارباع الساعة يمكن اوقات ممكن تقطع النهار الثاني، في عنا عقول مبدعة فعلا ومهضومة كثير، واوقات بتركب نكت بشكل كتير مهضوم، انا في شغلة وصلتني امبارح عم بيقولوا فيها انه هلأ كل البنوك عم بتحضر لإلكم قرض البنك قرض الزبط وهذا الشيء اكيد لحتى تاخذوه تقدروا تسددوا وكل تقدروا تدفعوا كل التكاليف اللي ممكن تكلفكم اياها ازبوطه وهذا كان صار هلا صار شعارهم سوق بسرعه وقصت عمهلك بس بتمنى ما تاخذوا هيدا الشعار وتلتزموا بالقوانين اللي عم بيكونوا عم بيحاولوا يطبقوها يا رب وكمان بس اذا عم تاخذوا لنا صور بالكاميرات بس انتبهوا لها شوي يمكن انا بروفيلي هيدا احسن ولا هيدا احسن ما بعرف على كل الاحوال بتمنى ما توصلني ولا او ما يوصلني ولا ظبط لانه في واحد من اصحابنا بعث لنا امبارح انه هو اكل اول ظبط يمكن بال140 ثانيه اللي بلشوا دغري يصفقوا او يبعثوا لنا زبوطه على بيوتنا وقالوا له شرفنا وتفضل ادفع بمفرزه السير لحتى تقدر تسددها عن جد برافو عليكم يعطيكم الف عافيه وهذا الشيء نحن دائما بندعمه وبنتمنى اكيد التوفيق لكل القوى الامنيه وكل الاشخاص اللي عم يشتغلوا ويسعوا للمحافظه على بلادنا وعلى طرقاتنا بشكل سليم شاف حسين اليوم وانا رح نترافق معكم صباح, صباح الخير صباح شو عنا اليوم اليوم اعمل هيك على ايديك عملي هيك. جيوب عملي هيك. يعني اطباق ثلاثه اوكي جيوب التاجر جيوب التاجر شو هيدا جيوب التاجر هدول بيدفعوا هدول جيوب التاجر؟ لا لا ما بيدفع بيوفر لا بعدين <applause> جيوب التاجر بفوت عليها المصاري صح هلا هيك رح نحضرها خلال حلقتنا ونعرف المشاهدين شو هي جيوب التاجر اوكي في عندي كمان بيكاتا لحمه مع صلصه الفطر <applause> وفي عندي غزل البنات مع مع القشطه طبق حلويات، انا هيك بقول لك كل المشاهدين غدا يتابعونا لحتى نحضر هالاطباق انا وياهم لحتى نحن نقضي على الاطباق يلا نحن وياكم يلا رح <applause> ننتقل لعند كارمن والابراج صباحكم بالخير يوم الخميس 23 شباط فبراير اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج الجدي لليوم الثالث على التوالي وما تنسوا تحضروا الفقرة عم تنعاد مرتين أو موجودة مرتين على تلفزيون المستقبل سبعة لربع صباحاً وعشرة وربع صباحاً كيف تأثير هالأمر من برج الجدي على كل الأبراج؟ البداية مع برج الحمل. بقول له لمولو برج الحمل إنه إذا طول باله يومين بده يطول باله اليوم، بكره الانفراج، يعني بدك تطول بالك شوي بعد، نهار زيادة معلش، حاول إنه أي شغل بدك تقدمه يكون مظبوط وإلا معقول اليوم فعلاً تشوه سمعتك، بعد عن المشاكل، حاول ما تاخذ قرار قرارات حاسمة اليوم مع إنه معقول تندم عليها. تبقى المواليد يلي لازم تنتبه لصحتها تنتبه من المشاكل 9 10 11 نيسان ابريل بنتقل لبرج الثور مولود برج الثور انبسط بهالتأثيرات الحلوة لأن بعدها مكملة معك الموجة الإيجابية من الحظوظ أجواء حلوة بتغنيك تغنيك نفسيا معنويا ممكن تغنيك ماديا ليش لا هنالك تجاوب معك تعاطف معك وكأنه في مؤامرة من الحظ مع مولود برج الثور وبتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا مواليد أيار مايو بشكل خاص 9 10 11 و 12 أيار مايو بنتقل لبرج برش الجوزاء بالنسبة لبرج الجوزاء بكرة أفضل، فمعليش إذا طولت بالك نتفي، معليش إذا هالحوصة هيدي طولت بالك عليها يعني نتفي، الأجواء إلى تحسن تدريجيا هنالك امور بحاجه لطول بال بدك تنتبه بدك تركز منيح على كل عمل بتعمله لحتى ما يصير في ندم بعدين مطلوب من مولود برج الجوزاء يكون واضح بكل كلمه بيقولها بكل ورقه بيمضيها بكل ورقه بيطلع عليها بكل امتحان عم بيقدمه بتبقى المواليد الاكثر حظا 13 ل 15 حزيران يونيو بنتقل لبرج السرطان بالنسبه لبرج السرطان يومين كانوا صعبين بعد في اليوم بكرة إلى أفضل وبعد بكرة أفضل وبعد بعد بكرة كمان أفضل مولود برج السرطان الأجواء بتعاكسك شخص كلمة منه بادرة منه تكشيرة وجه ملامح وجهه يمكن بتزعجك بتخليك تتخبط بالحيرة وما بتعود تعرف شو شو بدك او شو بدك تعمل هلا شوي معقول تنرفزك وتعصبك فحاول انه ما تنزعلك نهارك وما تنزعلك علاقاتك خاصه مع الاحبه 10 ل 12 تموز يوليو الاكثر تعبا كمل مع برج الاسد بالنسبه لبرج الاسد يومين امبارح واول امبارح كان الشغل فوق راسك اليوم ايضا شغل فوق راسك الهم موجود لكن بقول لك انه اليوم بيضلوا اريح من اليومين المقبلين بيضلوا اريح من اليومين المقبلين حاول مولود برج الاسد انك تتفاهم مع الناس توصل الى حل الى حل وسط ليش لا بدك الدوله بنتبه لصحتك لانه احتمال انه يكون في تقلبات صحيه وايضا بعملك تبقى المواليد الاكثر تعبا نسبيا اليوم هي مواليد 3 4 5 اب اغسطس كمل مع برج العذراء بالنسبه لبرج العذراء هيدا نهار للصلحه هيدا نهار لحتى تكبر عقلك لحتى تشوف الامور بكلاس تكون كلاسي اليوم ليه لانه الحظ معك والحظ عم بيساعدك والحظ عم شكل لقدام وعم بيخليك انك تروق وعم بيخليك انك انت أه 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 تكون كبير بعلاقاتك وتصرفك مع الاخرين احتمال يكون في حل نجاح ويمكن حتى وصول الى حل نهائي بمساله اجتماعيه قضائيه او قانونيه الاوفر حظا 11 12 ايلول سبتمبر كمل مع برج الميزان بالنسبه لبرج الميزان الجو عند مولود برج الميزان اليوم متعب الجو بيحمل هم الجو منه واضح بسبب مسألة عقلية أو شخصية منه واضحة إن كان بالبيت المنزل بحد ذاته أو بيتك عقر دارك في مشاكل هذا الجو مكمل بك اليوم لكن بقول لك أنه ما تنزع ما تكسر الجرة ما تطبش البواب تندم لأنه بكرة وبعد بكرة فيهم حلول وبيكونوا على ذوقك بتبقى المواليد اللي عندها شوية معاكسات هي مواليد 15 و 16 أكتوبر فكونوا حذرين كمل مع برش العقرب بالنسبه لبرج العقرب مثل اليومين اللي مرقوا انت مستقوي على الاوضاع وهذا شيء كثير حلو بيعطيك الضوء الاخضر لحتى تناقش تفاوض وتساعد غيرك تدافع عن قضيه وتحمل رايي اليوم نهار مهم للامتحانات للزيارات والمقابلات ما بتهدى اليوم انتبه فقط لحتى ما تشتت افكارك وتطلع برات الموضوع. بعد مواليد اكتوبر هي الاوفر حظا فحاولوا تستفيدوا من هالنهار لانه بكره الاجواء مختلفه بكمل مع برج القوس بالنسبة لبرج القوس مثل ما اعطيتك نصيحة امبارح انتبه من بعض المصاريف، يعني ما معناتها ما تصرف، احيانا يمكن تضطر اليوم تصرف على مسألة لتحسين وضع صحي، او يمكن منزلي او عائلي حدا من اخواتك حدا من اولادك بحاجه لمساعده منك دين يمكن او عم عم بتصلح شيء او يمكن طالع بالك فقط انت تتسوق تنزل على البيت وتصرف بعض المصاري فقط انتبه حط حدود لهالمساله الاكثر قلقا يلي لازم ينتبه على النقطه هاي 18 و19 ديسمبر بنتقل إيه الا الجدي مولود بشر الجدي ما بنخاف عليه مولود بشر الجدي لانه اسم الله عليه طاير، مولود بشر الجدي لا حدود لطاقتك لا حدود ل لانطلاقتك لا حدود لنجاحاتك، اجواء كثير مهمه، احتمال انه يكون في تغيير راي تغيير او اخذ قرار مبادره بتغيير مدرسي تغيير كورس بالجامعه، توجه ما، مسار ما، ويمكن حتى يكون في مساله العلاقة علاقه ب كيف عم تتعاطى مع احد الاخوه بعد ما ولي برج الجدي يمكن ننقله الى مكان عمل جديد كونوا فقط حذرين 8 9 و كانون الثاني يناير بكمل مع برج الدلو مولود برج الدلو ما تزعل ما تزعل يومين ما مشي الحال واليوم ايضا مش كل الايام لصالحه للانسان احيانا في طلعات احيانا في نزلات احيانا في فلات لاين ما في شيء واليوم هيك ما عليه هيدي نوعية الوقت أه لكن بكرة شيء رائع وبالتالي ما تنزع اليوم ولا بتندم كتير وبتقول يا ريت يا ريت يا ريت سمعت كارمن ونطرت وطولت بالي، اذا طول بالك مولود برج الدلو، انتبه على شنتك، انتبه على مصرياتك، انتبه على امتحاناتك، يمكن تجاوب على غير سؤال لهالدرجه معقول اليوم يصير في كونفيوجن وفوضى، ركز خذ نفس عميق، رأس السؤال مرة ومرتين، إذا عندك لقاء واجتماع، فتح عينيك ودينيك وما تستحي ترجع تسأل سوري ما فهمت، هيك لازم اليوم مولود برج الدلو يكون. آه بيضل المولود أكثر تعباً نسبياً مولود شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت اليوم نهار ناشط، منشط، وفي نشاطات متنوعة. هذا شيء كتير حلو لمولود برج الحوت اذا عندك مساله بدك تشتغل عليها وفي ناس وفي يعني مش لحالك حلو اليوم تشتغل عليها وتخلصها بكره وبعد بكره خصصهم لعمل فردي بدك تشتغل فيه لحالك لانه بكره وبعد بكره يومين بطيئين ما فيهم ما فيهم ما فيهم حماسي ما فيهم نجاح اذا اليوم هو للعمل ضمن المجموعة للعمل تحتك بالناس هو لنهار لحتى فعلا تهيس وتفرح وتحتفل لكن كون حذر 1-2 أدار مارس واللي عنده ظرف إيجابي أو سلبي معقول يزعجوه هو 21-22 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بالنسبه لمولود اليوم سنه كتير مهمه هيدي السنه بتغير فيها تطلعات معينه اهداف معينه يمكن عناوين كبيره العلاقه بالمجتمع بتعاطيك مع الناس او حتى يمكن بتضامنك معهم هيدي السنه جيده بجميع الاحوال ادار مارس تموز يوليو نوفمبر هن افضل الاشهر الى اللقاء بكره ابراج جديده باي باي رح نتابع محطاتنا بعد لحظات روا رح تكون معنا وموضوع كتير مهم وبهم كل عائلة لأنه حملة الطعم قبل كل شي رح تطرحه اليوم روا مع ضيفتها اللي عم تطلقه وزارة الصحة بعد لحظات خليكن معنا